ياسر عمال تفرق كده ليه؟ مش جاي لي نوم. عملت عملة غريبة. عملة غريبة أوي. مشاير. مشاير. معقولة لحقت تنامي؟ عايز إيه يا ياسر؟ بذمتك يا بشار أنت جايلك نوم؟ حتى لو مش جاي لي نوم. لازم اتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة والست الوالدة اللي ما بيحللهاش نديه الا ساعة الفجر زي بتوع اللبن. بقول لك يا بشاير، هتسيب بقى من كل الكلام ده وتفتكري حاجة واحدة بس، انك وحشتيني قوي 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 قوي. شكلك رايق وما عندكش شغل بكرة. وبعدين ايه الحاجات اللي انت حطها على جتتك دي؟ الدنيا مش بارده قوي للدرجه دي يعني. ما انت لو ايدك في الميه ليل نهار وجتتك هلكانه في مسح وكنس وغسيل، ده غير انك بتهاتي ورا عيل وست عجوزه اعيل منه، كنت بردت اكتر من كده مره. بس تعرف يا بشاير، مع ان كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، لأن في حاجة واحدة بس بتطري على القلب كده وتعدل الدماغ وتظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشان مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا ياسر انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان الحق اتخيمت وافوق اللي ورايا بكره الصبح. انجز. مش انت اللي عايز؟ انا عاوز حاجه ولا طالب حاجه؟ تكنيله. طيب عملت خير، انا اوريدي متكتكه مش قادره، كنت العدومي في البرد ده. مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص. لا لا بقى، لا ده حقي وشرعي كمان.